ازاي اعمل عيش العدس. عيش العدس ده بنستخدمه في ايه؟ في الناس اللي بتعمل دايت، الناس اللي عندها سكر، الناس اللي عندها مقاومة انسولين، الناس اللي عندها كوليسترول عالي، والناس اللي بتلعب جيم. اعمله ازاي؟ هجيب نص كوباية عدس تكون منقوعة في المية لمدة ساعتين، واحط عليها بيضتين، واحط عليها رشة ملح، واحط عليها معلقة صغيرة بيكنج باودر، واحط عليها معلقة كبيرة من الزبادي، واخلط الخليط ده كويس جدا بالبلندر او في الخلاط. بعد كده انزل بيهم في صينية واحطهم في الفرن لمدة 40 دقيقة على درجة حرارة 200، هيطلع لي عيش العدس. لو قسمته 10 قطع، كل قطعة هيكون فيها 35 سعر، يعني حاجة بسيطة جدا. يستخدموا مرضى السكر ومرضى مقاومة الأنسولين والناس اللي قلنا عليهم جدا. جربوه هيعجبكم جدا، ومليان بروتين، وينفع كمان في الناس اللي عندهم حساسية قرح. من فضلكم شيروا الفيديو ده عشان الناس اللي قلنا عليهم تستفاد. ومن فضلكم ما ننساش نصلي على سيدنا محمد في التعليقات. وتحياتي لكم، معاكم الدكتور باسم الهامل، استشاري الصحة العامة.